من درنا ينضم إلينا مراسل الحدث محمد مسعود. أهلا ومرحبا بك معنا محمد. ما هي آخر التطورات محمد وآخر المعلومات بما يخص كل هذه الأنباء؟ نعم، آخر هذه المستجدات مع استمرار عملية انتشال الجثث في هذا التوقيت وتركيز عمليات جهود الانتشال، وتبقي 6 فرق بعد ما كان هناك 20 فرقة من 20 دولة متواجدة داخل المدينة. هناك محاولات حديثة تجرى الآن من أجل إعادة الحياة ولو تدريجيا في المدينة. ربما تشاهدين من خلفي الآن مع السادة المشاهدين عمليات إزالة الركام وهذه الجرافات، ونشاهد أول عبارة مؤقتة أو جسر مؤقت تم افتتاحه في المدينة بعد ما كان هناك 5 جسور تربط ما بين شرق المدينة وغربها وانهيارها بالكامل جراء الفيضان الذي أدى إلى شطر المدينة إلى شطرين. قامت الجهات المحلية هنا وغرفة الطوارئ ما بين قيادة الجيش وما بين الحكومة الليبية باستحداث هذه العبارة المؤقتة لتكون جسرا رابطا ما بين أهالي المدينة وبين ضفتي المدينة. على اليمين نشاهد شرق المدينة وعلى اليسار غرب المدينة. منذ حدوث هذه الفاجعة كان الوصول إلى غرب المدينة من شرق المدينة أو العكس غير متاح أو شبه مستحيل كليا إلا عن طريق يعني بعض الطرق الوعرة والصعبة. اليوم نشاهد افتتاح هذا الجسر وهذه العبارة المؤقتة لتكون حلقة وصل ما بين أحياء ومناطق المدينة بعضها البعض، واستمرار عمل الجرافات كما تشاهدين في إزالة المباني المتضررة بالكامل أو التي غمرتها المياه وهي قابلة أو آيلة للسقوط في أي لحظة من أجل البدء في عملية إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن. وهذه المباني التي تعرضت للضرر الأكبر جراء وقوعها على ضفتي وادي المدينة أو المجرى الذي حدث معه الفيضان وأخذ كل هذه المنطقة بشكل كامل وجرفها إلى غاية البحر أو حتى ما تبقى منها من يعني أساسات لبعض البنايات يتم الآن إزالتها من أجل التمهيد لعملية إعادة الإعمار في المدينة وإنشاء هذا الجسر الآن، مع استمرار عملية وصول المساعدات والإغاثات أو حتى وصول بعض الفرق المتخصصة في الدعم يعني النفسي من أجل التمهيد أو استجابة الأطفال بشكل خاص للعملية التعليمية في الفترة القادمة. هناك حديث عن ربما سوف يتم تأجيل العملية، لم نتأكد من هذا الحديث بعد، ولكن بعض المدارس لا تزال مكتظة بعدد من العائلات، والعدد الآخر تقول مراقبة التعليم في المدينة بأنه جاهز لاستقبال الطلبة للعام الدراسي الجديد. فالصورة منقسمة على شقين، أحدهما عودة تدريجية للحياة في المدينة، وجزء الآخر هو تركيز جهود انتشار الجثث على ساحل بحر المدينة أو حتى في ميناء وقاع ميناء المدينة لوجود عدد كبير من الجثث في هاتين المنطقتين. نعم. موضوع إعادة الإعمار محمد، هل الجهود الآن تقتصر فقط على السلطات الليبية والكوادر الليبية؟ حتى الآن ما نشاهده من خلفنا الآن هي شركات محلية ووطنية عرضت المساعدة بدون أي مقابل مادي. الشركات الغربية أو الشركات العالمية سوف تبدأ في القدوم بعد مؤتمر إعادة الأعمار الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الدكتور أسامة حماد في 10 من شهر أكتوبر، وسوف يسبقه مؤتمر صحفي يوم الاثنين القادم من أجل الإعلان عن الشركات التي عرضت القدوم إلى مدينة درنة والبدء في عملية إعادة الأعمار. ولكن كل الجهود الآن بأيادي وطنية وشركات محلية بالإضافة إلى بعض الشركات المصرية التي وصلت بالفعل وعرضت تقديم المساعدة في إزالة الركام من جهة أو حتى إعادة الحياة ولو تدريجيا في بعض المرافق والمنشآت المنهارة بالكامل داخل المدينة. ولكن كل الشركات الغربية والأجنبية وحتى العربية سوف تبدأ في القدوم ما بعد بدء مؤتمر إعادة أعمار المدينة والذي خصته الحكومة ليكون ملتقى لكل الشركات العالمية، كما طالب أهالي المدينة من أجل تقييم الأوضاع ومراعاة الخصوصية الجغرافية أو تضاريس المدينة وضمان عدم تكرار ما لا يحمد عقباه من كارثة ربما قد تتكرر لوجود مجرى الوادي من خلفي الآن، وفي حال لم يكن البناء أو تشييد السدين على أسس سليمة ومتينة فربما قد تتكرر نفس هذه الفاجعة. من درنا كنت معنا مراسل الحدث محمد مسعود، شكرا جزيلا لك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير،
لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.